السلام عليكم اخوان اخوات، تحياتي للجميع، مرحبا بكم معنا من جديد. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا بغيت نتكلم لكم على واحد التطبيق رائع لتعلم اللغات اللي هو الاسم ديالو لينغواليا. يلا دابا تيليشارجيتو كالعاده، ندخل من البدايه باش تشوفوا طريقه التسجيل، طريقه الاستخدام ديالو، نكتشفوا جميع، لان حتى انا اول مره كندخل له، لكن نكتشفوا لكم. غادي نحاول نتسجل بالفيسبوك ديالي. اسبانيول ندير مستوى بوينو، ندير اليمنتال. الدرس الأول ليكسيون اونو، نختار كنظن واش بغيت نتعلم المفردات او النحو، يعني لا غراماتيكا او بون. نشوفو فوكابولاريو، خيميلو هي التوأم، بورتيرو بورتيرو يعني البواب، vecino بيسينو أي الجار، nervioso نيرفيوسو. وكما كتشوف هنا كاتبين شارح بيرسونا و انيمال كي سي انكاباس دي ستار ان ريبوسو و ترانكيليداد اي سي لي بروفوكا فاسيلمنتي. و مرادفات ديال الكلمة اكسيتادو اكسالتادو انكييتو، والعكس ديال الكلمة كذلك كيعطيوك ترانكيلو سيرينو، وكتبوك كيعطيوك تحت مثال واحد الجملة، كيدخلوا الكلمة في وسط واحد الجملة باش كيعطيوك مثال على الاستخدام ديالها. Mi hermano está muy nervioso cuando tiene un examen. كما شفتو mi hermano está muy nervioso cuando tiene un examen. Mi hermano está muy nervioso cuando tiene un examen. جميلو اي توأم. بورتيرو بورتيرو، انا خصنا نرتبو هذوك الحروف اللي كتشكل منها الكلمه، الحروف ديال الحروف اللي كتشكل منها كلمه بورتيرو. عندنا حرف بي او ار تي اي ار او الريسبوندر. invitado اي معروض، معزوم او معروض، كتكون معروض من شي حفل او Julia tiene cuatro invitados a su fiesta de cumpleaños. Julia tiene cuatro invitados a su fiesta de cumpleaños. Pared. La pared es de ladrillos. La pared es de ladrillos. أي الحائط. amueblado 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 يعني مفروش أو مفرش، شقة مفروشة مثلا، un piso amueblado مثلا أي شقة مفروشة. techo el techo يعني هو السقف. el techo de la casa es de madera. el techo de la casa es de madera أي سقف المنزل من الخشب. fábrica مصنع. el chico trabaja en una fábrica de productos de limpieza. el chico trabaja en una fábrica de productos de limpieza. كما شفتوا المهم كيشرحوا المعنى ديال الكلمه هنا باللغه الاسبانيه، وكيعطيو مثال شي جمله كمثال باش كيدخلوا فيها ديك الكلمه باش كيوضح عندنا المعنى ديال ديك الكلمه. pedido اي طلبيه او طالب. fábrica responder. continuar. a pedro ya le ha llegado el pedido de camisetas. كلمه اللي ناقصه في هذه الجمله هذه
A Pedro ya le ha llegado el pedido de camisetas. El Pedido. pedido de Peri Melinox. Continuar. دابا نحاولوا نتعلموا شويه ديال الجراماتيكا، نشوفوا. Bueno, vamos a ver. Hola, José. No puedo ofrecerte nada fresco de beber porque se me ha estropeado la nevera. No pasa nada. ¿Qué ha pasado? Pues ya he avisado a mi vecino, que es el hermano gemelo del dueño del piso, y esta mañana me ha visitado un poco nervioso. Veo que tienes bañera nueva en el baño de invitados. Tu piso está muy bien amueblado. La verdad es que no puedo quejarme. El dueño del piso ya ha ido a la fábrica y ha hecho un pedido de una nevera nueva. ¿Y cómo es? Pues aún no lo sé. La traen esta tarde, pero yo no estoy en casa. Va a abrir la puerta el portero. Seguro que es grande, porque el techo de tu casa es alto y hay mucho espacio de pared para la nueva nevera. النطق، كنتعلموا النطق. هنا عندنا مثلا جوج كلمات اللي كيتنطقوا بنفس الطريقة، ولكن كيتكتبوا بطريقة مختلفة، بحال مثلا كلمة باكا، اي باكا. عندنا باكا اللي كتبدا بحرف او بي، وعندنا باكا اللي كتبدا بحرف بي مثلا.
باكا يعني ما عندنا باكا اللي كتعني بقرة، وعندنا باكا اللي كتعني يعني البورت باجاج، هذاك فين كي اللي كيتوضع فوق السيارة كيوضعوا عليه البضائع، اللي هو البورت باجاج. Gemelo. Gemelo. Pared. Pared. خيميلو، انا خصنا نرتبو الحروف اللي كتشكل منها كلمة خيميلو على هذا الشكل هذا. خيميلو nervioso. نيرفيوسو، كتكتب على هذا الشكل نيرفيوسو. نير خيميلو pared, pared. Todos los días me saluda mi. خصنا نكملوا هذيك الكلمة اللي ناقصة في الجملة، في هذه الحالة هذه بيسينو جاري كيسلم عليا كل نهار. بيسينو كافي الأروانة، كتبتها نعاود نكتبها من هنا مرة. Está dentro de la bañera con espuma de la bañera. Visitar. نفس نكتبو كلمات باريس. Todos los días me saluda mi vecino. Vecino. El portero está delante de la puerta. يعني الكلمة اللي ناقصة اللي هي portero خصنا نكتبوها هنا، الحروف ديالها مبعثرين خصنا نرتبوهم. كلمة portero أي البواب يوجد أمام الباب،
Bueno, por T. Bueno. هنا كلمة فابريكا خصنا نرتبوها. A Pedro ya le ha llegado el pedido de camisetas. Pedido. Nervioso. Nervioso. Visitar. A Pedro ya le ha llegado el pedido de camisetas. Pedido. Fábrica. Hola, José. No puedo ofrecerte nada fresco de beber porque se me ha estropeado la nevera. No pasa nada. ¿Qué ha pasado? Hola, José. Hola, José. No puedo ofrecerte nada fresco de beber porque se me ha estropeado la nevera. No pasa nada. ¿Qué ha pasado? Pues ya he avisado a mi vecino, que es el hermano gemelo del dueño del piso, y esta mañana me ha visitado un poco nervioso. Veo que tienes bañera nueva en el baño de invitados. Tu piso está muy bien amueblado. La verdad es que no puedo quejarme. El dueño del piso ya ha ido a la fábrica y ha hecho un pedido de una nevera nueva. ¿Y cómo es? Pues aún no lo sé. La traen esta tarde, pero yo no estoy en casa. Va a abrir la puerta el portero. Seguro que es grande. Porque el techo de tu casa es alto y hay mucho espacio de pared para la nueva nevera. المهم اكتفي بهذا القدر الاخوان، بغيت غير نعرفكم بهذا التطبيق هذا لتعلم اللغات اللي هو الاسم ديالو لينغواليا. المهم هادشي اللي كاين، نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تبخلوش علينا بالدعم والتشجيع ديالكم. تحياتي للجميع، شكرا بزاف، والسلام عليكم ورحمة الله.